يا جماعه انا محتاج اتكلم معاكم في حاجه مهمه جدا. اخر 3 4 فيديوهات عندي، عارف طبعا ان هم جامدين، لكن مش ده اللي انا جاي اتكلم فيه في الفيديو النهارده. انا جاي النهارده اتكلم عن التعليقات بتاعت الفيديوهات الاخيره، واللي كان اغلبها ناس مثلا بتكتب بلاش تتكلم في السياسه، انت مستحيل تنزل مصر تاني، افتكر شاد سرور، وتعليقات من هذا القبيل يعني. والسؤال دلوقتي بقى، ليه ما اتكلمش في السياسه او اقول رايي في اي حاجه؟ من حق الناس انها تعبر عن رايها، من حق الناس انها تعمل مظاهرات، من حق الناس انها ترفض استمرار. هي الديمقراطيه هي اراده وممارسه. احنا ارادتنا على ان احنا نتيح للمصريين ان هم يمارسوا حريه الراي والاختيار. ولا لا. انا كصانع محتوى بقالي 4 سنين كنت دايما بيبقى في عندي دايلما واختيارين مش عارف اختار بينهم. الاختيار الاول هو ان اعمل بس مثلا فيديوهات ثقافيه ترفيهيه حاجات ليها علاقه بالسفر، وابعد بقدر الامكان عن اي حاجه ليها علاقه بالسياسه، وهو برضه هيكون افضل ليا بحيث ان انا هقدر اجذب معلنين عندي، خصوصا ان اي شركه لما بتحب تعمل اعلان عند اي يوتيوبر او صانع محتوى بتفضل صناع المحتوى اللي ما بيتكلموش في السياسه غالبا. والاختيار التاني وهو ان احيانا بكون عايز اقول رايي، ورايي شريحه كبيره جدا من الناس اللي للاسف ما بيقدروش يقولوا رايهم خوفا من ان هم يعتقلوا او يتم اخفائهم قسريا او يتعرضوا لاي نوع من انواع الاذى او التعذيب. باحث اقتصادي واعد وسياسي يعني محترم اسمه ايمن هدهود، يمكن ما كانش معروف الاسماء لناس كثيره لانه الاسماء دي المحترمه مش مهتمه وسائل الاعلام بيها. لكن برضه قعدت افكر مع نفسي واقول طب ليه ما اعملش فيديوهات عن حاجات انا شايفها مثيره للاهتمام وحابب برضه اظهرها للناس، خصوصا ان ده اصلا مجال دراستي وهو اخراج وثائقي، وفي نفس الوقت برضه اتكلم في السياسه عادي جدا. اصل مع احترامي يعني، هل ربنا خلقنا في الدنيا ديت ما عندناش غير البعد الحيواني بتاع الاكل والشرب والنوم بس؟ مفيش البعد الانساني بتاع التفكير وان احنا نفكر ونتناقش مع بعض عادي جدا، او مثلا ان احنا ننتقد حكومه او رئيس او نقول لا للظلم؟ هل دول مثلا ملائكه ما بيخطئوش؟ هل دول منزهين عن الخطا؟ في فرق بين مصر والنظام السياسي اللي بيحكم مصر. يجب ان نفرق بين مصر وبين حاكم مصر او حكومه مصر. مصر فوق الجميع، وليس لاحد ان يدعي انه هو مصر. الكلام ده راح زمان من ايام لوي كاتورز لما بيقول لك للتائمون ابدا. مصر لا يقطع لسان من يهاجم مصر، ولكن الحكومات متغيره ومن حق الواحد ان يبدي رايه في سياسه الحكومه. الموضوع بسيط جدا والله، لا بقول للناس تنزل تعمل ثوره او تتظاهر او تعمل اضراب او اي حاجه، كل اللي انا بقوله هو رايي بس، اللي في ناس كتير عندها نفس الراي بس بتخاف تقوله عشان العواقب اللي هي ممكن تتعرض لها. فكون انت خايف من الراي ده اللي انا مش بحرض فيه على اي حاجه، فده معناه ان في حاجه غلط. ده معناه ان انت خايف من تاثير الراي ده على الناس. لو انت عارف يقينا من جواك ان الراي ده مش هياثر او هيغير اي حاجه كنت سبته عادي، لكن طول ما انت كاتم الراي والصوت ده فده معناه انك خايف من التاثير بتاع الراي ده. وبالمناسبه انا ما اقصدش راي بس، انا اقصد راي وصوت اي حد مش عارف يقوله. انت خايف من تاثيره، انت خايف ان الناس تفكر وتشغل دماغها. انت عارف بالظبط ايه اللي هيحصل لو الناس شغلت دماغها وفكرت، ان يبقى عندي حريه وراي اقدر اقوله من غير ما اخاف او يتم اعتقالي او يتم اخفائي قسريا. فدي نعمه كبيره جدا قوي من ربنا لا يمكن اتنازل عنها ابدا مهما كانت العواقب او ايه ممكن اخسره، حتى لو مش هنزل مصر تاني ابدا. نفس الحريه دي اللي بتخليني اقدر اتكلم عن نفاق الغرب في مواضيع معينه، وبقدر احكي عن ماضيهم الاستعماري، وبقدر احكي عن امريكا وعن الحدود الحمر والاباده اللي تعرضوا لها عن طريق الاوروبيين، وانا عايش انا وسطهم، ولا انا شعري اصفر ولا عيوني خضر. فمش هكون اقدر اعمل كل ده واخاف اتكلم عن ديكتاتور مستبد حاكم بلدنا بالحديد والنار ومجوع شعبها وبيحبس وبيعتقل اي حد بيقول كلمه قصاده واخاف اتكلم عنه؟ يا جدعان شويه عقل. الحريه والتعبير عن الراي دي حاجة جميلة جدا ونعمة كبيرة من ربنا، ازاي اقدر استغنى عنها او ان انا اخاف اقول رأيي كده او ان انا اتكلم في السياسة؟ مش منطقي خالص يعني. هل انا ندمان على الفيديوهات اللي انا بعملها دلوقتي؟ 100% لا، وحتى لو كان عواقبها اني مش هقدر انزل مصر تاني، طب ايه المشكلة؟ هو اكيد طبعا حاجة صعبة ان الواحد ما يقدرش ينزل بلده ويشوفها ويشوف اهله واصحابه وكل الناس اللي يعرفهم، لكن ده يسوى ايه جنب الاف من معتقلين الرأي اللي مش عارفين يعيشوا حياتهم زي الناس العادية حتى؟ او تسوى ايه مثلا جنب انك تقول رايك في حاجه فيتم اعتقالك واخفائك قسريا وتظهر في الاخر جثه ويتم تزييف موتك بكل وقاحه وخسه ونداله؟ والله ايمن هدهود مات، مواطن مات، يعني كل يوم بيموت في مصر حوالي 1500 واحد كل يوم. السؤال، عمرك شفت سفاله اكتر من كده؟